مرحبا. أول مرة استعمل البنج للأسنان سنة 1846، أي من حوالي 180 سنة. هيدا الاكتشاف ساعد بشكل كبير على تطوير طب الأسنان والتخفيف من ألم ومعاناة المريض، بحيث أصبح اليوم نسبة فعالية التخدير للأسنان صفر وجع. معظم البنج المستعمل في طب الأسنان هو من مشتقات الكوكايين، وممكن يوجد على شكل سائل، مرهن، لزقات أو عن طريق الحقن. حتى المخدر يدوم أطول ويكون أكثر فعال، تم إضافة مادة الإبينفرين أو الأدرينالين، وهيدي المادة تضاف بسبب مختلف من أنواع إلى آخر. لما منحقن لثة المريض بالبنج بدأ من 3 إلى 5 دقائق حتى تصير فعالة، وبدوم بين 30 إلى 90 دقيقة بحسب نوع كمية الأدرينالين الموجود بالبنج. طبعاً كمية البنج للطفل أو للشخص الكهل بتختلف عن العمر المتوسط. لازم نعرف أنه نسبة الحساسية على البنج الأسنان هي شبه معدومة بنسبة 1 على 10,000. في حال كان المريض بياخد دواء ضغط، دواء سكري، دواء سيالين للدم أو مهدئ للأعصاب، أو في حال خضع المريض لعملية قلب أو لعملية غدة التيرويد، لازم يخبر طبيب الأسنان حتى يعطي النوع والكمية المناسبة من البنج. لازم نعرف أنه المرأة الحامل أو المرأة اللي بتردع ممكن تاخد بنج بدون أي تأثير على الرضيع. لازم نعرف أنه المريض القلب ممكن ياخد بنج مع أدرينالين، إنما بكمية محدودة. إذا الالتهابات كانت قوية، البنج بيكون فعاليته ضعيفة. بهيدي الحالة ممكن الطبيب يوصف مضاد حيوي حتى يخفف من حدة الالتهابات قبل استعمال البنج. نصيحتي لكم، لازم تخبروا طبيبكم بكل الأدوية يلي بتخدوها قبل ما تبلشوا أي علاج لأسنانكم، أو في حال كنتوا بتعانوا من أي مرض مزمن أو خضعتوا لأي عملية جراحية. ما تنسوا دايماً تختاروا أكل صحي، تبتعدوا عن التدخين، تمارسوا التمارين الرياضية، وطبعاً تفرشوا سنانكم مرتين لمدة دقيقتين يومياً. تابعونا.